بعد أيام من البحث المتواصل وجولات بين أسواق الماشية ونقاط بيع الأضاحي، عثر عبد القادر أخيرا على أضحية بمواصفات تناسبه وسعر يوافق إمكانياته المادية. رحت الأسواق، رحت الأسواق، لقيت أسواق خيالية مع السماسرية، مع الناس اللي خاطين المال، والغنم لقيناها ماكلة الفينيسيو. رانا شرينا هذا الخروف ب 12 مليون ولي، وراه سلالة مليحة، ونشرو من عند الموال ديريكت من عند الزريبة كما راكم تشوفوا. الفرق ما بين تاع 7 ملايين و 12 مليون هو الخشن، وحنا الحمد لله راه عندنا عائلة كبيرة، شرينا مع كبش خشين. يعرض الموالون هنا ما توفر لديهم من منتوج ليختار الزبون ما يتناسب مع قدرته دون وسيط قد يجعل الأسعار تلتهب أكثر. بدأ من 8 ملايين، 7 ملايين، 9 ملايين، 10، 11، حتى 12 مليون. هذه الأسعار اللي راه عندي درك. بالنسبة لتاع 8 ملايين يجيب 45 كيلو ميزان صافي، حتى 50. أما بالنسبة لتاع 12 مليون هذا يجيب من 75 ل 80 كيلو صافي. ومع الارتفاع المتواصل لأسعار الأضاحي، يرى الكثيرون أنها لم تعد في متناول أصحاب الدخل المحدود. شوف الأسعار تاع الأضاحي شوية مرتفعة بالنسبة للعبد الوكال، شوية مرتفعة بالصح، الله غالب راه الغلاء تاع العلف هو اللي درنا كيما هكا. العام اللي فات، ما بين العام اللي فات والعام والسنة، ديفيرونس ما بيناتهم المال زايد من 1500 ل 2 ملايين، 25 ماكسيموم.